احنا اليوم كنتواجدوا في مقر شركه ألزاسيتي اكادير بحي تسيله. احنا هنا اليوم كمستخدمين ديال هذه الشركه هذه بين اللبي والنداء الانساني وهو التبرع بالدم، وكما كتعرفوا هذه الماده الحيويه اللي ما كتصنعش، والناس اللي محتاجينها ما كيحصلوش منها الا من المتبرعين. ومن هذا المنبر كنادي جميع الناس باش يقوموا بالبادره هذه الطيبه ويقوموا بانقاذ الارواح، لان كما كتعرفوا جائحه كورونا اثرت على المخزون ديال الدم، وهذا الشيء كيشكل خطوره على الناس اللي محتاجين هذه القطرات هذو. وكما كيقولوا قطره دم تساوي حياه، وهذا الشيء راه ما بين الصدقه التجاريه، لان كتعتق واحد الانسان العمليه ديال الا وهي التبرع بالدم، كنساهموا في انقاذ ارواح الناس اللي محتاجه لهذه القطرات ديال الدم. وكنتمنى من جميع الساكنه ديال اكادير باش يقوموا بهذه البادره هذه ويحدوا بالحد ديال المستخدم ديال ألزاسيتي. وكما قلت في الاول ان الشركه هذه مواطنه ودائما هي سباقه لفعل الخير، وكنتمنى من الجميع ان يقوموا بهذه العمليه التبرع باش يساهموا بانقاذ الارواح. وشكرا. صمد حفيظ، مسؤول الموارد البشريه بشركه ألزاسيتي اكادير. اليوم شركه ألزا كتنظم يوم خاص بالتبرع بالدم من طرف المستخدمين ديالها. هذه الحمله كتزامن مع الحملات اللي تتنظم في جميع المدن اللي كتزاول فيها ألزاسيتي المهام ديالها، اللي منها الرباط، الدار البيضاء، طنجه ومراكش. هذه الحملة كتعتبر الحملة الثامنة للتبرع بالدم في مدينة مراكش، ولكن هي الأولى في المدن الأخرى، وهذا الشيء لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركة في هذه المدن. هذه الحملة غتمكننا من جمع إجمالي مهم من الأكياس ديال الدم لصالح المركز الجهوي للتحقن بالدم. اللي بهذه المناسبة نشكره على الظروف اللي وفرها وعلى اللوجيستيك اللي وفروا للشركة لإنجاح هذه العملية. كنشكروا في نفس الوقت الرجالات ديال ألزاسيتي اللي سهروا على التنظيم ديال هذه الحمله هذه ونجحوها. هذه المناسبه ندعو الناس والمواطنين الاخرين باش يشاركوا بحال هذه الحملات لاهميه ديالها في الانقاذ ديال الارواح ديال الناس. شكرا. معكم العلوي بلغيتي، تقني في المركز الجهوي لتحقن الدم. احنا الحمد لله في واحد الحمله ديال التبرع بالدم بشراكه مع شركه ألزا طوبيسات، وتشكروا جزيل الشكر. وهذه المبادره اللي داروها جابوها مزيانه بزاف. احنا مقبل على شهر رمضان الحمد لله، وحنا راه كاين ما يخصكم، احنا غادي يخصنا الخصاص في شهر المبارك تيخص الدم بزاف. والحمد لله الشركه ديال ألزا راه هي قامت بالواجب، والحمد لله احنا خدامين قبل ما يجي رمضان. الحمد لله خدامين، تنديروا تنجمعوا واحد شويه ديال ستوك ربما يساعد معنا في رمضان، لان رمضان تيكون خصاص بزاف. وتشكروا شركه ألزا بزاف، وتنتمناو من الله تبارك وتعالى يوفق المتبرعين، لان احنا المتبرعين هو كل شيء عندنا في السونتر ديال الترانسفيزيون. وهذه المبادره اللي دارت الشركه ديال ألزا راه هي الحمد لله جابوها قد مع رمضان، وهي راه فيها صدقه جاريه اللي تبرع عنده صدقه جاريه الحمد لله الاجر ديالها. والحمد لله كاين تحاليل تنديروها قبل ما نعطيوش لاكاطرا، تيكون فيها تحاليل تنديروا ليه التحاليل ديالو. والحمد لله والشكر لله. مبروك هاد العواشر وعيدو تعودو ان شاء الله، وكنتمنى الخير ان شاء الله للجميع. وكنشكروا ألزا على هاد شركه ألزا قادير على هاد المجهود هذا. يا اليوم الحمد لله يا جابت لينا هذا باش نتبرعوا بالدم ان شاء الله، وكاينين الناس اخرين محتاجين الدم، وكنتمنى من الناس يجيو باستمرار يجيو بكثره الخدامه ديال ألزا لهذا التبرع هذا. والحمد لله وراه كاين الحمد لله اقبال ديال الشوافار وديال الخدامات لا تولي، وكاين الاداريين تا هما الحمد لله، وكاين اقبال الحمد لله هنا على التبرع بالدم. وكنشكروا ألزا على هذا المجهود هذا اللي كتقرب لينا هذه باش نخدموا في هذا الخير هذا، لان خير هذا في هذا الشهر المبارك ان شاء الله اللي داخل علينا ان شاء الله بالصحه والسلامه. والحمد لله كنشكروا ألزا مره اخرى على هذا المجهود، وهي اليوم ان شاء الله دايره القفه ديال رمضان وديال الخدامه الحمد لله، ويعني كاين خير ان شاء الله، وكنتمنوا لها الاستمرار والمزيد من العطاء ان شاء الله. نحن اليوم بمقر شركه ألزا للنقل العمومي باكادير نقوم بعمليه التبرع بالدم
بالتعاون مع المركز الجهوي للحق بالدم بأكادير. وهذه العملية الإنسانية دأبت الشركة على القيام بها كل سنة، وفي السنة الفارطة نظرا للمرض المعروف بكوفيد لم تقوم الشركة بهذا العمل، واليوم بدأنا منذ الصباح الباكر بالعملية وجميع المستخدمين يتقاطرون على مقر الشركة للتبرع بدمهم لإنقاذ حياة الإنسان في هذا العمل الإنساني. كنشكر المساهمين في هذه البادرة اللي فيها مجموعة المستخدمين وإدارة ألزا، البادرة التي يعني لها دور اجتماعي ومساهمة في تبرع بالدم. وكنشكر الأطر الطبية اللي سهرت على هذه العملية، وكنشكر جميع المساهمين في هذه البادرة. نتمنى من جميع المواطنين المغاربة التبرع بالدم لما فيها يعني أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى ومساهمة في الخزان ديال الدم متوفر جميع المستشفيات لما فيها أجر للمسلمين والمواطنين. مرة أخرى مع ألزا. ألزا وكما العادة مع القفة، وهذه المرة مع تبرع في الدم مع شارك أو بتنسيق مع مركز تحقن الدم بأكادير. هذه البادرة في الحقيقة جميلة جدا. علاش؟ لأن كيف كنعرفوا بأن هذا الوباء خلق مجموعة من المشاكل، من ضمن المشاكل الناس ما بقاش يتبرعوا بالدم، حتى أصبح يعني الخزان ديال الدم في ناقص بزاف. وهذه البادرة اللي خدات الشركة في الأعمال الاجتماعية ديالها، يعني بادرة طيبة. هذا من ناحية. من ناحية تانية كنشوفوا ألزا دائما مع الخدام ما عمرها نساتو. علاش؟ لأن في أي مناسبة إلا وكتكون حداه بأي طريقة، في القفة الرمضانية بالنسبة لجميع الأعياد لابد تكون واحد، يعني غادي نسميها هبة، غادي نسميها أندون، مهم كاين دائما حداه. هذا من ناحية. ناحية تانية إلا غادي نشوفوا نلقيوا واحد نظرة على العام اللي فات ومع الوباء، كنلقاو الشركة ربما الشركة الوحيدة في الجهة أو على الصعيد يعني بالنسبة لشركة ألزا المغرب اللي وقفت مع الخدام، وقفت يعني واحد الوقفة اللي ما عمر إنساها فعلا. يعني تضطرت باش تاخذ مجموعة من التدابير، ولكن هذه التدابير هي صحية بالنسبة للشركة ولاستمرار الشركة. إلا أنني أؤكد على أن شركة ألزا أعطت القيمة للمستخدم ديالها، ما تخلتش عليه، وكانت يعني إلى خسرت هي باش ما تخسر الخدام، وهذا شيء جميل. وشكرا لألزا.